طيب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدارا وجعلنا كتب على نفس الرحمة غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا وإن يرأوا كل آية لا يؤمن بها لا يحزنك الذي يقولون إنا
فصبروا ولما كذبوا وأولوا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء تبتغي في حياة ويجعل لك ما مردت فتكون لم يجعل لا يستدين الذي يطير بجناحي إلا ما فاتلكم فبرنا بكتاب يدي إلى رد الجرى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم على غير لا يكذب بأنه كيف تذرب لا يكذب لا يكذب وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين كتب ربكم على نفسه الرحمة عنده ولم يمت وزرع بجهالة وفتاب بالذي وزع إلا غفور رحيم كما سل الآيات عند سبيل سبيل المجرمين قل إني نويت أن أعبد الذين تدعون من دون الله الله تعالى
الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها إلا هو ويعلم ما جرعتم من نهير ثم يبعثكم والقاهر فوق عباده ويسر عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شجاعة ويذيق حظكم أثبات نزل ويذيق الآيات لعل المهار فكذب في قومك الحق وقدس عليكم بمكين لكل نبع مزعم وزعم وزعم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يهوضوا في حديث العين وإما ينزينك الشيطان فلا تعد تكفيه أما من ظالمين على الذي يتقون ويتقون 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 الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغلتهم الحياة الدنيا وذكر بي أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يهمها الذي استهود الشياطين في الأرض لأبيه أنزل أتنتهي العزام نامي أتعني عليك أقامك في ظلال ممين إبراهيم حقوق سماواتها ليكون في المؤمنين علي الله ويكاك ما قال هذا ربي فلما أفاق أنا لا أحب لا فيه فلما رأى القمر بازغا قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يجعل فينا وجعل في كل شيء فلا تتذكرون
أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتي داود وسليمان حيا ويوسف وموسى وكذلك نجل وسيا زكريا ويحيى وعيسى وإلى تكل من صالحين إسماعيل ويسى ويونس ولوطا وكل من جاء على العالمين وذريتي قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون ربهم وعلى صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولمكنتمونا فرادى كما غرناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم أولاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وحكمت بينكم وأولاكم ما كانت تزعمون إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تفرحون فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من ضلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه السماوات
والأرض أنا يكون لا ولد ولم تكن لا صاحبة وخلق كل شيء وهم بكل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فمنذر على كل شيء وكيل تدرك الأبصار ويدرك الأبصار واللطيف الخبير دائما لأن جاءتهم آية الأيمان بها شياطين الإنس والجن يعين بعضهم يا رب ولو جاء ربك ما فعلوا ما يفعلون ويتسوى إليه أفئدة الذين أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين أهديناهم الكتاب يحفظون أن من يؤمن بربك بحق يصدقون أن من فصل لكم ما حرم عليكم إلا أنظركم وإلا أكبر مجميها يقروا
حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يطل رسالات الحسين الذي حكم الزمان عندنا جديد بما كان ينقل. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا جهنم يصعد للسماء. لذلك يحذر الله الرسل الذين لا يهتدون صراط ربك مستقيما، وقل كل ما يعدل لقاويا لم يكن له النار سلاما. معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ما نشهد أنفسنا ونجي من حياة الدنيا إلا أخذ لنا بلا يابين. أعلم لكم ربما في جمهور أيام والآخرة عندنا بما رحمتي سيذنكم ويسغل بما ديكم ما يشاء إلا ما توعدون وما تنزم الجزين. يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم هذا لشركائنا، فما كان لشركائنا كثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوها يلبسون ذنوب الأرض ما بلوا فذروا وما يذروا. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطمها إلا من نشاء بزعمهم أنعام حرم الظهور. خالصة لذكورنا ومحرم على أولادنا أن يكون عندنا وملكا عندنا سوى الحكيم العليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم وحرم على الحرام الذي لا يقتل وما كان مدمرا. أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابها من تمر حمورة وبشرة ثمانية أزواج
اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرما من انثيين اما جمال ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن الله بمن محرما على طائم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وإنه حرمنا أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بنى لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق ذلك وزادكم إلا أن تعملوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها إذا قلت فاتنا ولو كان ذا قربى فاتنا فتارك وسعها بنا ونزلتنا أما غازرا مستقيما فاتبعوا لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها
تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها فله عشر أمثالها ومن جامع الزياد فلا يزال مثلها ومن لا يظلم وتنين بها إلى صياد المسلمين قيما من لدي ريب عليم وما كان من المذكير صلاة وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر الأرض ورفع بعضكم فوق بعض لا جاد إلا بغض الرحمن إن ربك سيعلم